سامعكم خوتنا احبابنا، توحشناكم وغبرنا عليكم بزاف. كنحبوكم خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم كما كتشوفوا راه الليل، ساره مسكينه كتعاني بزاف وكتسفري بزاف هاد الولاد الله يحسن العوان. مسكينه ما كتنعش لا ليل لا نهار وكتبكي، وانا مع الخدمه عاود وكنا رحلنا مؤخرا والحمد لله داكشي شويه قاصح. اليوم جيت للدار قلت لها الله ساره نخرجها شي شويه، تسرها هكا في الحومه تشم شويه الهواء ودابا الكالم والهدوء، وفي نفس الوقت نعرض عليها تاكل شي ميكله زوينه اللي ترتاح ليها. وتا الا مسكينه هي قنطات في الدار، قالت لنا ماما كم خرجتوني، ها هي مسكينه خارجه معنا مسكينه. وسبحان الله كتكون في الدار كتبكي، هي كتعرف لبسنا حوايجنا غنخرجوا مع الباب كتولي تفدفد كتفرح. كما قلت لكم اخوتي نبغيو ندعيو مع ساره كلكم، لان واحد لقيتها كنت خايف بزاف انها ساره تولد قبل الوقت ونحطوا الوليدات في القرعه، حيت عمو قال لي طونسيون. فانا كندير كلشي صراحه، كما كنقولوا شغل الدار وشغل برا الدار كنحاول ندير كلشي انا. هي ما تقدر دير حتى حاجه لانها كتعاني وبالليل كتنوض كتبكي فهمتي كتحس بشي احاسيس اللي هو غريبه وكتحلم شي احلام اللي هما كيخيبين، ولكن الحمد لله انا واقف معاها ان شاء الله تدوز هذه المحنه بخير وعلى خير. حيت هي كانت تمحنات في الاول في الولده ديال الاء، كانت تمحنات بزاف، والاء دابا عندها 9 شهور وعاود حملات، وبالتوام سيدي في سيدي على المراه انها تحمل، وفي ظرف قياسي 9 شهور وتعاود تحمل عاوتاني بجوج ديال التوام. فالله يسمح لنا من الوالدين، الامر صعيب بزاف. وكما قلت لكم اخوتي حبابي خرجتها تاكل واحد الساندويش زوين، خدات الكلاص، احنا دابا كنتساراو شي شويه تشم شويه الهواء. وها هي حدايا هي اللي شاده التليفون. السلام عليكم خوتي، اشخباركم؟ لاباس عليكم؟ دائما عندنا الجديد وتنتوحشوكم طبعا، وضروري تنبغيو نبارطاجيو معكم شي حاجه كما كنت على الاقل تبانوا لنا ونهضروا نشوفوكم في كومونتيرات ونقراو لي كومونتيرات زوينين واللي لي خطيكم علينا. وحسيت براسي بحال غبرت انا، وغبرنا شي شويه لحتى. لا غبرتي انت خويا، انا بعدا كندير مجهود تنبان لهم مره. زعما صراحه اليوتيوب راه صعيب بزاف، راه الناس اللي ما عرفش بحق اليوتيوب راه زعما راه الاستخيز ما راه صعيب، والله العظيم الا صعيب. انا كنخدم 8 سوايع على برا وكنحس براسي عادي، ولكن غير نص ساعه في اليوتيوب راه صعيب بزاف والله. حتى حاجه ما ساهله، وانا كتجيني الفرحه الصراحه ملي تندير شي فيديو باش تشوفونا وتعطيونا نصائح، وحنا كذلك نقول لكم اللي علينا ونتمناو خير يا ربي. هاد الخرجه هادي الصراحه قنطت بزاف، هادي 3 ايام ما خرجناش كاع، بقيت مع راكم عارفين الرحيل شويه نقاد وشويه انا صافي تخنقت ما بقيتش قاده نزيد، وحمزه خدام تيجي من الليل لليل وما هبط من الدروج غير بالزز. دابا كيدير حتى طلعي المشكل كندير تنطلع، هذا هو الدار الاولى كان عندنا لاسانسور دابا ما كاينش، هذا هو الاشكال. لا اله الا الله، ايوا نتمناو خير يا ربي. عرفتي قسما بالله ما نكذب عليكم العظام ديالي تيطرطقوا صافي بحال تبارك الله. توسعوا في الكرش ديالي والسنسور بحال بدا يتحلي، تنسمع ديك الطرق طرق وعقلي لينا وعقلي ليليا لان ماكم كتسوفري باش يجيكم هذا الوجود ان شاء الله باذن الله. سبحان الله العظيم، الله يسمح لنا من الوالدين. وقبيله كما قلت لك تمشي على الوداد الدار كتحسني بانني مازال باقي ديري صغير، كنقول سبحان الله العظيم هي بنتي فوق حجري كنشوف كيفاش انا كنت صغير كيفاش كيعاملوا لي بارون ديالي، هادشي ريسيبروك، هادي الدوامة كنعيشوها. الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. والحمد لله المرأة هادشي اللي كتعاني فيه المرأة راه كيكون فيه مغفرة كبيرة. مسكينة المرأة فاش كتعاني هاد المعاناة راه مغفرة كبيرة كبيرة. الناس اللي فان الناس اللي برا اللي كيصيفطوا لنا لي كادو كيتواصلوا معنا في الانستغرام ولا على الخاص، كنوجه لهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة، سيرتو واحد فان من فرنسا. كنشكرك بزاف صراحة وكنتمنى لك التوفيق انت ولوليداتك وان شاء الله والزوج ديالك، والحمد لله
احنا كاع خوت في الاسلام. لا خطيك عليا الصراحه, والصراحه كلهم لي فان ديالنا, واخا هي كلمه من عندهم ساره كي بقيتي قسما بالله تتنفرح, وحق الله القسم تنعرف بان عندي عائله كبيره اللي مهتمه بينا, واي حاجه وقعت لينا كيهضروا معانا, وساره وعندك ورد بالك, وهذه ما خصهاش تكون, هذه خصها تكون. الله يجازيكم بالخير, والله يعطيكم من ويتي يا ربي يا كريم. وكنتمنى من ربي سبحانه وتعالى يبلغنا عيد الاضحى ونفرحوا بالحولي والشواء ان شاء الله رب العالمين يا ربي. دابا غادي نحل دابا كما كتشوفوا عرفتي ما تنقدرش نمشي, خصو ضروري يحطني لتحت الموبيل باش نطلع. بالنسبه له اراني انا غير كنصوك. لا شنو كتاكل فيه؟ كنصوك غير في الحمقى, كنصوك غير في الحومه, باش ما يقولش لي عشر كبتي ماسك فوق حجر, كان غير هنا في الدار في الدرب. حقا قال عيبوا عليك داك النهار. دار خالتي ماما حمزه قريبه بزاف كانت الدار ديالي القديمه, هذاك الشيء علاش كان جيت في الميليو يعني في اللاكس ما بين نسابي وما بين والديا, يعني قراب بعدنا بزاف قراب بزاف, داك الشيء علاش كنجلس قدامه وغادي هي بشويه. هاد شحال من واحد قريتها في كومونتير ما كانش شي طريق بعيد. دابا هل المحل سكنه جديده ها الجريده ديالنا ورينا ها الجريده. مرحبا بكم في دير الضخامه. حق النافوره لا فونتين ما خدامهاش. طبعا هنا كتكون واحد النافوره خاصه زوينه وفيها الماء ان شاء الله. غادي نتس داري بشويه بشويه, وباقي ليا شي طليمطات ان شاء الله, غادي نمشي الله. نجهز الصويلن ديالي وديك الساعه ندير لكم فيديو, شوفوا الدويره الجديده ان شاء الله يا ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا كنقادو بشويه بشويه, هذه الجريده باللي كنريحوا مره نحطوا جريده غزاله ان شاء الله, كراسه ونريحوا نتبردوا غزاله. دايرين واحد البروميان هنا لتحت فبحال المسجد صغير, الاخوان هنا كيصليو مجموعين, والحمد لله الدنيا زوينه, الكاميرات كلشي كاين. قاد الدويره ديالنا باقي ما كملناش كما قالت لكم ساره, باقي لي شي حاجه الصالون ان شاء الله خلاتها اميمه, نشوفوا الطليمطات يكونوا مزيانين. دابو والله العظيم بالفاسي زعما غير بشويه بشويه واشي اللي كاين خير. والحمد لله غبرنا عليكم, وكنتمنوا هذا الرجوع يكون مزيان. جا ما طلعني يا حمزه. الله اكبر, سوا نهزك على كتافي, ولكن المشكل دابا كرشه خارجه, نهز على كتافي غدير بيو وتخرج وتبقى طالعه, الكوغ ديالها من الفوق ومن تحت طالع وكرشه خارجه, ماشي مشكل نهز على ظهري. يا ربي والله العظيم تهزت بي, باغا نخرج باغا نشم الهواء, ولكن كيفاش طلع. ادعوا معايا انا اللي مني راجل مني امراه, كندير كل شيء. ها وضروري من نقير تيدير شي حاجه ونقير. دابا انا ولي هازه هي هاز بنتي, نغسل بنتي, نخرق بنتي, نطيب ليهم, جفف ليهم, زعطر ليهم, نمشي نخدم حتى اللي نرجع. ايوا شوف باش تعرفوا شي اجر تيقول هكا باش تعرفوا علاش بحق الرجال فهمتيني, على شي ناس كتسمع شي ناس والله يسمح لي بالوالدين. شوف انا الشهاده نقولها لله والله العظيم, حنا الراجل كيدير خدمه وحده وكيرجع كيدوش كينعس, المراه مسكينه كدير بزاف الوظائف, هي كتحمل, هي كتربي, هي منها كتنظف, منها كتطيب, منها كتصبن, كدير بزاف ديال الوظائف اللي صعيب على الرجل انه يديرها. صالح دابا حمزه جرب هادشي كله, داكشي علاش جا صعيب هادشي. شوف نقول لك انا قبل ما نتزوج قال لي اللهم الخدمه ديال الزقه ولا ديال الدار, اعترف حمزه اعترف. ما فهمتيش, ربما مساله بشكل خاص بالنسبه لي انا, عشت بزاف زوفري يعني الشغل الدار وشي انا كيجيني الى حد ما ساهل, نقدر نخدمه ما عنديش مشكل, ولكن الدوام صعيب سيرتو مع الاولاد ما ساهلش مع الوليدات صعيب, هذاك الشيء مزيان انسان ديال راسو راه ماشي مشكل, كيخدم مسائل ديالو بالزربه, كيدير واحد السويعه سويعه حتى ساعتين في النهار كيجي خفيفه. من المراه دائما مسكينه من كتفيق وهي كتشقى, هي كطيب, هي تغسل الماعن, تفطر, تغدي, تعشي, تغطي, تغسل, تجفف, سبحان الله العظيم ماشي ساهل داكشي. وكنقول الوالده ديال هذا المنبر شكرا شكرا بزاف لانك ضحيتي على قبلنا وضربتي تمارة كبرتي ومازال حد الان هزات دبيلنا لينا كاملين فالله يسمح لنا بالوالدين, وسيرتو الام سبحان الله العظيم واحد الكيان عظيم
وفضل الله يتم وفضل الام والدعاء ديالها. سمع بابا اش كتقول بابا سمعتوها؟ وفضل كما قلت لكم فضل الام كتكون كيكون الدعاء ديالها واحد حيت شي حجاب لوليداتها سبحان العظيم. حتى القصه ديال فرعون نقول لكم اون بغيف كان نبي الله كيدعي فيه 40 عام ما وقع ليه والو حتى ما تتمو عاد خسف به الله الارض فاش غرق. لذا خاص الناس كامل يتعرف بان الام هي واحد الجوهره عظيمه ما كتعوضش صراحه. الله يسمح لنا الوالدين وخليكم معنا دابا. حتى الناس اللي خارج الجاليه المغربيه مساكن تما كيعانيو بالغربه وما كيشوفوش والديهم صعيب عليهم. بابا 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 الله اللهم بارك. خرجت مني خلا صافي ساره كتغوت كتولي خا نولي دخلت من في الطوموبيله ودخلت بيدني محيتي واكل بزاف شبعان محيتي عيان وهي كتغوت قالت لي خا نولد. هادشي كنقول في خاطري ما بقاش نخرجها وحق الله لان فيما كتخرج كتخلعني. مع هاد البيبي راسو هابط لي لتحت وكذا وقيل كتحس راسو بحال غيخرج ما عرفتش الاحساس اللي كتحس به. والله حتى خرجت مني خويا اخوتي خرجت مني خلا يا ربي السلامه. كنقول هاد اليد ما قاد لا نجيب لومبينونس ما قاد لا ندير والو عرفتي عيان. لا اله الا الله يا ربي خرج هاد الحمل بخير. وهي غدا كتطلع في الدروج بحال شي سلعفات هما اخوتي. ها هي ما عطاتنيش قصام من ديال اللي تنحس بالوجع بعد النوبات ولا ديال الولاد تيتحل ليا السنسول ديال الدار وتحس بالوجع. دابا تنقولوا راه بحال غادي نولد ولدي ترعد. لا شو اخوتي راه كنا دابا في دابا تقريبا قلينا غير الطبقه نوصلوا للدار. هنا غندورو على الاكوش احنا في دارنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ماما هاد الشهور الاخرين خصني نجي نتمشى شويه. فين تمشى؟ لا والله تخلعتيني شو مالك؟ الا كذبت عليك ربي شاد عليا. غادي تمشي غتمشي من الكوزينه للدار للصالون البيت يا سيدي سويت. ولكن ولكن اليوم غندير لكم واحد القضيه زوينه غنديرو خاتمه وحنا في فضل الله معنا. بقاو معنا انا وساره ومعنا ساره شدي حالك كضحكي عليا شنو كنشري ولا شنو كنشري؟ هلا شنو؟ خوتي لا اله الا الله محمد رسول الله. انا هذا زادي بالامنية هذه زهرة مصرية قتلوني يا خوتي قتلوني. خوتنا شنقول لكم نختموا هذا الفيديو هذا وكنشربنا كنقول لكم لا الحمد لله ما ترى الناس الحمد لله الهرسات اللي تجي حالته شي مشكل تجي خوت كما يكون باقيه. بغينا نقول لكم كنحبوكم فعلا وبغينا نبارطاجيو معكم هاد الويله هذا. حنا تقريبا منتصف الليل دابا خرجنا درنا دويرات راه كلات ملك لازم الحمد لله وعرق الاولى وقعت لنا في الطوموبيل سلك الله سبحانه وتعالى بخير. بغينا نقول لكم دعواتكم وكنحبوكم وكنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكتقول لكم الاء الاء دير لهم باي باي دير لهم باي باي بلا تقول لي بابا وتدير باي باي خليها دير لهم باي باي الاء الاء دير لهم باي باي دير باي 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 السلام عليكم. يلا خوتي اللي خداكم علينا وتعاونوا معايا والله القاسم حتى مره تيجيني وجع قلبي كيضرب قاسمين بالله. ونتمنى خير يا ربي. السلام عليكم.